ونحن الآن أيضا مع واحد من أعمدة الفن في العالم العربي، مع إنسان خدم الفن طوال 24 عام. هذا الفنان يكفي أنه هو مؤلف السلام الجمهوري المصري. رحبوا معي أعزائي المشاهدين بالفنان الأستاذ كمال الطويل. تحياتي أستاذ. أهلاً أهلاً. وإحنا سعداء جداً في لقائنا معك. الله يكرمك. ضمن برنامجنا مجلة التلفزيون. أنا الأسعد. ولا أدري الحقيقة كيف أبدأ، يعني أبدي معك أنت بالذات، بس كأستاذ وكإنسان عاصرت الفن العربي من بدايته ونهضته الحديثة، ترى ما مدى الجهات، ما مدى اهتمام الجهات المسؤولة في العالم العربي بالنسبة للغناء والموسيقى بالذات؟ يعني أعود مرة ثانية للتعليق الجميل اللي أنت قلته، إن بيتهوفن قال إن الموسيقى لغة المحبة والسلام. أيضا الشاعر المرحوم كامل الشناوي قال أن الفن هو الملامح الجميلة للأمة. فإذا وافقنا على الرأيين، وطبعا احنا كلنا موافقين طبعا، إن الفن هو الملامح الجميلة للأمة وأيضا هو لغة المحبة والسلام، نقول بقى ما مدى اهتمام الأمة العربية بالفنون ومنها الموسيقى. الحقيقة الفن في الوطن العربي ما بيلقاش العناية الكافية واللازمة. الفنان علشان يعطي لابد من حدة استقرار، والفنان أيضا يحتاج إلى نوع من التدليل، وطبعا مش مقصود بالتدليل الشيء اللي يفسده، إنما الفن يشجع يعني. الفنان الكلمة المقابلة لطيفة، كل الحاجات يتأثر فيه وتخليه يقدم شيء كويس. للأسف أنا بعتقد أن الفنان في الوطن العربي بيتعب كتير علشان يقدم فنه من خلال الأجهزة اللي بتقدم هذا الفن. طيب نقدر نقول الآن نتيجة لإجابتك هذه، ترى ما الذي يريده الفنان من هذه الجهات المسؤولة؟ ما أنا بقول لسيادتك، هي المسألة مسألة محتاجة إلى مناخ للفنان وعناية من الجهات اللي سيادتك بتقول عليها. يعني أنا متصور أن الفنان مش مفروض أنه يلح علشان يقدم فنه، المفروض أن يطلب من الفنان أن يقدم هذا الفن، وإذا أحسن يلقى كلمة تشجيع. أيضا المفروض أن الدولة أو الأمة زي ما الإنسان إذا لا قدر الله أصيب بمرض بيسعى إلى أحسن الأطباء للعلاج، مش كده؟ إنما للأسف الشديد إحنا كشعب عربي في الوقت اللي بنهتم بنفسنا في حتة الصحة مثلا على سبيل المثال، عقولنا وإحساسنا ما بيلقاش هذه العناية منا أيضا. يعني أنا متصور إن المواطن المشاهد والمستمع لازم يبقى في جهد منه أيضا في تلقي الفن اللي بيشوفه أو بيسمعه، ويكون له دور إيجابي. يعني أنا ما أتصورش إن الإذاعة أو التلفزيون أو غيرهم يقدموا فن، أو المسرح يقدم فن للمشاهد، والفن والمشاهد كل ما يقوم به إنه يتلقى العمل وهو ساكت. لا، المفروض أن يكون في حوار بينه وبين نفسه أيضا، وهذا الحوار يبقى بصوت عالي علشان الناس تكون رأي عام فيما يقدم وما لا يقدم له. كمثال احنا في الكويت والحمد لله الفنان ماخذ حقوقه الطبيعية، يعني كون احنا في البداية الفنية في الكويت، ولكن في الا تعتقد ان الاسرة الفنية في العالم العربي كاسرة فنية، الا تعتقد انها هي نفسها بينها شقاق؟ ومثال على ذلك ان فنانة انت تعطيها لحن وترفعها فوق، بعدين تتركها تلزم تمسك خط ثاني وفنانة اخرى، بذلك احترقت الفنانة. مسألة الشقاق اللي بتقول عليه بين الفنانين هو مش شقاق بقدر ما هو منافسة فنية. طبعا إذا المنافسة دي خدت شكل حاد تبقى عملية استفزازية، وبالتالي تبقى مش مطلوبة. لا طبعا، لا ده مش مطلوب أبدا. إنما كونك تقول إن يبقى ملحن
قاصر على مطربة أو مطرب ده برضو أنا مش وياك، لأن فيه فيه نوع من الأنانية. لا مش بس كده، هو 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 مضر للفنان نفسه، لأن إذا أنا استمريت في التلحين لصوت معين أنا خلاص بقيت في حدود هذا الصوت، يعني كل تفكيري الفني في حدود هذا الصوت اللي أنا بقدمه، في حين أن التنوع في حد ذاته هو اللي بيخلق التجديد اللي الفنان بيقدمه. إذن وصلت إلى نقطة أنا أحب أستفسر عنها. كمال الطويل ملحن عربي من مصر، ترى على نطاق المجتمع الفني الكبير، ترى لماذا الأغنية الكويتية لا تذاع ولا تعرض في التلفزيون العربي في مصر وفي الإذاعة المصرية؟ ليش مهملة للدرجة هذه؟ أنا أقدر أقول لحضرتك أن الأغنية الكويتية أو الفن الكويتي في مصر مش بيقدم بشكل مناسب، يعني قليلا ما نسمع أغنية كويتية أو عمل كويتي في الإذاعة أو التلفزيون، ده صحيح، لكن أنا مش عارف هو خطأ أجهزة الإعلام في مصر اللي ما بتطلبش هذا الفن، ولا الخطأ هنا إن الفنان هنا ما بيقدمش فنه لمصر، مش عارف. والله كثيرين من الفنانين قدموا في مصر، ولكن أرجو أن يكون السبب مقنع، واعتقد ان كنت معاي لحد الان ما وصلت الى نقطه. طيب. اتمنى مستقبلا ان احنا نسمع، وهذه انت رساله راح تنقلها نيابه عني وعن الفنانين وعن المشاهدين، ان احنا بودنا دائما كما نسمع الاغاني في الاقطار العربيه في اقاصي العالم العربي، ودنا ايضا الاغنيه الخليجيه والكويتيه تسمع في بعض البلدان العربيه البعيده نوعا ما مسافه، لا وليس روحا يعني. لا مؤكد لك حق لي، لان خصوصا ان الفن في الخليج وخصوصا الكويت، الحقيقه انا شفت تقدم واضح، وفي عندكم فنانين ما شاء الله يعني حقيقه بيقدموا اعمال جيده تماما، انما يبدو ايضا ان الملحن الكويتي مش لاقي الاصوات، لكن يمكن لو كان يقدم عمله بالاصوات المنتشره اكثر يمكن ده يحد او يخفف المساله اللي بتقول عليها. ما ادري، الالحان اللي انت لحنتها كثيره ولا شك، الى درجه ان الان ما اقدر اذكر لك منها شيء. الله يخليك. لانه راح احتار. الله يخليك. فما ادري تقدر تقول لي الحان انت معتز فيها ودائما تذكرها في بالك؟ يعني هو الملحن لما بيعمل عمل بيبقى حبه شديد للعمل وقت ولادته واستقبال الناس ليه. بيجي العمل الآخر يعني بيطغي على العمل الأول، يعني على الأقل بيبقى هو ده المولود الجديد اللي بيلقى العناية. طيب استاذي، ما أدري أنت بتحرم المشاهدين وتحرمني من سماع صوتك في أغنية بسيطة لو كنت أسير بس. أنا عمري ما غنيت ولا عملت الحكاية دي أبدا، يعني كان يسعدني لو كنت بعمل الحكاية دي، عمري ما عملتها. مش هتكون غلطة يعني، أنا كان يسعدني والله، بس عمري ما عملتها. مطرب أو مطربة انت تود التعاون معها دائما؟ ما في شك ان كل المطربين وكل المطربات المحبوبين لدى المستمعين الملحن يحب يعمل لهم. طيب ما تذكر لي لحن من الالحان دائما انت تردد بينك وبين نفسك، لحن انت ملحنه الى احد؟ والله ابدا، لكن انا بحب اسمع اغاني سيدة ام كلثوم، والحقيقه من احسن الاغاني عندي أغنية ولد الهدى السر للفنان العظيم رياض السنباطي. هي مش سر، لكن هو أول مرة سمعت هذه الأغنية يعني تمنيت لو كنت أنا ملحنة. تمنيت لو كنت ملحنة. طبعا أنا يعني ما كنتش ممكن أعمل زي الأستاذ رياض ما عمل الحقيقة، لأنه عملها بشكل عظيم. طيب أستاذ كمال، أنت الآن أقدر أقول معتكف مقل في الإنتاج، ما اعرف بالضبط ليش الحانك قليله جدا ان لم تكن نادره، يا اما تطلع لنا بطلعه كذي تكون ذات مستوى عالي جدا او ماكو شيء ابدا. يعني هو انا في تصوري ان الفن مش ثرثره، يعني اذا كان الفنان عنده شيء يقوله، ما عندوش شيء افضل منه. طيب ما ادري بالنسبه للفنانين الكويتيين، احنا تكلمنا بساعة قلنا الاذاعه المصريه والتلفزيون المصري ما يذيعون ويعرضون لهم اغاني. انت بتركز على شيء كثير. ترى ما ادري، هل انت فكرت في يوم من الايام انك تعمل لحن لاحد المطربين الكويتيين؟
يعني انا عملت فعلا للمطرب العظيم الاستاذ عوض دوخي الله يشفيه ورجعه بالسلامه. انا عرفت اخيرا انه مريض ان شاء الله الله يشفيه ان شاء الله يرجع بالسلامه ان شاء الله. يمكن تجربتي ما كانتش زي ما انا عاوز الحقيقه، لان كانت اول مره وكنت في ظروف مش ملائمه، لكن ما فيش شك ان عندكم اصوات جيده جدا، كل ملحن اتمنى انه يعمل لها في العموم. اتمنى ان الايام تجمعك مع فنانين الكويتيين حتى يكون نوع من الترابط الفني اللي احنا نتمناه بين ان شاء الله دائما ان شاء الله. انا لا ادري في اشياء اخرى انت في بالك ودك تقولها. لا يعني انا عاوز اقول لك ان بمناسبه الاصوات الكويتيه في مجموعه ظهرت حقيقه مجموعه جيده تماما، يعني في عبد الكريم عبد القادر ووليد الشاطئ ومصطفى احمد. ايوه حاجات مبشره بخير جيد. على العموم اتمنى ايضا الفنانين اللي ذكرتهم والاخرين منهم اللي انت ما خالفك الذاكره في ذكر اسماء ان دائما نسمع لهم اشياء في الاذاعات العربيه والاذاعه الكويتيه ان شاء الله اشياء جديده ان شاء الله. في نهايه لقائنا نشكرك ونتمنى لك طيب الاقامه، والف تحيه لك وللفن الله في كل اقطاعه. شكرا لك.